سأثقل عليك يا ابن قتيبة ببعض الأسئلة ما دام الحديث يدور حول اللغة. سل ما تشاء، فليس أحب إلى نفسي من أن أقضي الوقت في تنبيه الناس إلى الخطأ والصواب في كلامهم ولغتهم. يقولون للمتزوج حديثا بالرفاء والبنين، أنا نفسي قلتها عدة مرات من باب التهنئة. نعم. ولا أكتبك القول، إنني لا أعرف معناها ولا أصلها اللغوي. أصلحك الله أيها الصديق. الرفاء يا صديقي تعني الالتحام والاتفاق. وما معنى قولهم بنى فلان على أهله؟ أصل هذا الاصطلاح اللغوي هو أنه كان من أراد الدخول على أهله ضرب عليها قبة، فقيل لكل داخل على أهله بان. وقولهم ادفعه إليه برمته، أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، والرمة هي الحبل البالي، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته ولم يحتبس منه شيئا. ومن أين جاء قولهم فلان النسيج وحده؟ هنا عليك أن تستذكر صنعة النساجين، فأصل القول هو أن الثوب الرفيع النفيس لا ينسج على منواله غيره، وإذا لم يكن نفيسا عمل على منواله سدى عدة أثواب.